بالبيضة في على صالة البولينج، سكروا كل الألعاب البولينج بالكويت، كان في كتير يعني، خلين صالة واحدة كبيرة هي الصالة تاعت الجوفرمنت تاعت الدولة، وكانوا فتحينها أكيد للمطعمين، ورحنا وخدنا الأولاد وخلوني أخدكم معي وقلكم إذا حبيت ولا ما حبيت. خليكم بهيدا الفلوق. اليوم مع نادي البولينج الكويتي لنشوف اذا حلو ولا ما حلو ولا عجقه ولا شو، مثل المشوار موفق مثل امبارح ولا لا. فاتين اترك مسافه امنه. ما بعرف هون في شوب ببيع اغراض، وهون في كوفي كورنر. جاي مع رفقاتها سليم. لا امهم معه اكيد ما راح اعمل. وهون في حجز بتجو بتجو it's very easy. في كاش وفي كينات صح؟ there is cash there is كينات، بتحطوا حسب عددكم بقسموكم. نحن قسمونا ثلاثة عادي، بتدفعوا بعدين بتروحوا بتاخدوا الشوز بس هيدا هو. وتو اند هاف يعني دينارين ونص للشخص. هيدا هو ما بتحطوا شوزاتكم، بيعطوكم شوزات خصوصي عشان ما تزحطوا على الخشب يعني. وهيدا علي. علي وين شوزك؟ تعا بدي فرجيكم شيء، انه ماسك سبراي بايده برش الشوزات يعني. الأمطة غيرت الشوز، اعطونا اللاين في رام. هون في رام لزوي احتياجات الخاصة، طلع في موسيقى لريانا ما فينا نحطها، سجلت فويس فوقه بس اعطونا حطها. هاي قاعدة خاصة. هلا هون في مثل السينما اكيد للورد كاب يعني. لي هاي المهدومة للأولاد. بتأمولي Good job. Good mommy. Good. برافو أمولة. هيدي علوسي
طلعت الطابة. أنا وعلي وأمولي نتنافس. ما بصدق. سترايك أمولي. دوري. لا سلين هي ما جاية معنا، هي جاية هي ورفقاتها، حنا قاعدين هون. نحن جايين لحالنا وهن جايين لحالهم. يلا علي. علي ولين؟ علي ولين؟ مين حتفوت؟ يا مرة. يا عم بتشلف لين، ما عم بتركز. هاي عشان تشوفوا سيسي. في شاشة على اساس بتشوفوا عليها قد ايه ربحتوا. مين ربحان؟ أمولي. أمولي ربحان اثنين. شعيب. في ناس وما قادرة كثير صور يعني، بس احنا. يلا علي. جو. ايوه ايوه. يلا علي يلا. أمولة. يلا أمان. اثنيناتهم طلعوا برا. انا شخصيا معترضة. أمولي ربحت. لا اعترضت. يعني ما كتير اسعاره عالمية. ماشي حاله يعني. وهيك بنكون خلصنا مامي. اذا بنكون وصلنا لنهايه هيدا الفيديو. اذا عم تستمتعوا بهالفيديو يا تكتبوا لي كومنتات كثير تحت. وهلا مثل العاده بحب اقول لكم كل عام وانتم بخير وباي.